أدوات احنا الصف مين الثالث ده؟ الاعدادي علوم، الوحدة الثانية الدرس الاول، هناخد اه الصورة المتكونة لمرآة مكعرة. دي شكل المرآة، ماشي. ماشي المرآة دي بيكون ليها ثانية. مركز، المركز فين؟ نحط نقطة في النص هنا مثلا، خلاص، ليه يا مستر بتصور ال ده؟ عشان لو احتجت ترجع لها في أي وقت ترجع لها. مش هحتاج ما تخافش. أنا ممكن أحتاج. انت ممكن؟ طب يتسمع صوتي؟ أيوة طبعا، كل حاجة وصورتك كمان. لك حوش. ماشي كده، اللي انا عملته الاسود ده اللي هو المركز، بسميه ايه؟ المركز. والنقطة الحمراء دي اللي هي الايه؟ بيسموها بعد البؤري. ب بعدي ايه؟ بؤري يعني المسافة من المركز للبعد البؤري، هي المسافة من البعد البؤري لمين؟ للمرآة. خلاص؟ ماشي طيب خلاص. أول حاجة هنرسم المحور الأصلي، المحور محور الأصل اللي هو ماشي بيعدي من المركز ومن البؤرة في نفس الوقت، ماشي ده اسمه المحور الأصلي. هرسمه باللون الأسود عشان تبقى الأسود. عشان تبقى ليلتنا بيضة إن شاء الله. رسمت كده طب ليه المحور. هو احنا في حصة رسم ولا ايه؟ أيوة، هي دي هتبان من خلال الرسم. اه اوكي ماشي. أول حاجة قال لي ارسم شكل الجسم بعيد عن المركز وبعيد عن البؤرة. خلاص، الجسم دايما معانا هيبقى باللون الأزرق، ماشي، بعيد عن ايه؟ بعيد عن المركز يعني هنا مثلا. خلاص، ماشي الجسم ده هيعدي من راسه تحت رجله وفوق راسه، هيعدي من راسه ده 3 أنواع من الأشعة وهيرجعوا لي تاني. أول شعاع اللي هو باللون الإيه؟ الأحمر. لون ايه؟ أحمر بيمشي إزاي؟ احمر. بيمشي ماشي موازي للمحور الأصلي اللي أنا رسمه تحت. ماشي خلاص كده؟ ده بينعكس، تمام. بينعكس بيروح فين؟ بيعدي على البؤرة اللي هي حرف البيه دي، مش كده؟ ماشي يبقى أول واحد الأحمر مشي من رأس الجسم راح للمراية، ارتد، عدى على البؤرة. طب تاني واحد اللي هو الأخضر، الأخضر ده هيروح فين؟ هيعدي على البؤرة. طب لما أنت عديت على البؤرة ترتد إزاي؟ ارتد موازي، مش الأول كان موازي، ارتد على البؤرة. طب ده عدى على البؤرة يرتد إيه؟ موازي، ماشي، باللون الأخضر ماشي. برضه. أدي ارتد أهو موازي لمين؟ للمحور الأصلي. ثالث واحد برضه من الرأس، بس رايح فين بقى؟ احنا قلنا موازي ومعدي على البؤرة، ثالث واحد هيعدي على المركز. خلاص، نعمله ماشي باللون الموف مثلا، اهو معدي فين؟ على الايه؟ على المركز. طب ده هينعكس فين؟ الأحمر فين؟ موازي رد على البؤرة، طب الأخضر على البؤرة رد موازي، طب الموف ده عدى على المركز يرجع على نفسه، يعدي برضه يرجع ينعكس على نفسه كده، على المركز يو ايه؟ ينعكس على نفسه يرجع تاني في كلامه، أعيد تاني على الخط يعني طيب ماشي بينعكس على المركز برضه. التلاتة لازم يتقطعوا في نقطة واحدة، الـ3 خطوط اللي انعكست اللي هو الأخضر والموف والأحمر انعكسوا إيه؟ في نقطة واحدة، ايه ماشي؟ الـ3 اتقطعوا في ماشي. نقطة واحدة. فين النقطة دي اللي هي ايه يا مستر هعملها؟ كل ده خير؟ هعملها بالبني عشان نشوف شكل الجسم هيظهر عامل ازاي. طب عشان اشوفه هو عامل ازاي بعمل ايه؟ مش هو الجسم كان باللون الازرق، قمت انا جاي رسمه هنا من المحور، قمت ايه نازل، نازل بايه؟ بسهم كده. ده شكل الجسم لما هيبان. ايه ما فهمتش اخر نقطة قلت ايه. الجسم اهو بان ماشي في الحته دي من اه المحور الاصلي لنقطه التقاطع بتوع الـ3 اللي انعكسوا اللي هو الاحمر والاخضر والموف.
ثلاثة لما ارتدوا، واحد ارتد عدى على البه، واحد ارتد موازي، واحد ارتد على نفسه على المركز، الثلاثة اتقطعوا في نقطة واحدة. خدت أنا خط من المحور الأصلي للإيه، لنقطة التقاطع. هنا شكل الجسم، شكل الجسم هنا عامل إزاي؟ ازاي؟ ده الجسم الأصلي اللي هو ده، خلاص ده الأصل، ده الصورة الأول. نقول هو مكانه فين، صورته بانت فين، ما بين البؤرة وما بين المركز، دي أول حاجة. يعني الصورة بانت في المراية في الجزء ده بين البؤرة وبين المركز. طيب هل هي أكبر من الحقيقة ولا أصغر؟ أصغر، يبقى بقول عليها مصغرة. طب هل هي معدولة ولا مقلوبة؟ معدولة. لا، ده رجله، الرجل هي اللي تحت وراسه فوق، هنا رجله هنا وراسه مقلوبة. تحت، يبقى دي مقلوبة. يبقى مصغرة مقلوبة حقيقية يعني موجودة. ماشي؟ ماشي. طيب دي أول حاجة، لو الجسم فين؟ بعيد عن المركز. هنرجع نعمل نفس الشغل ده بس لو الجسم ايه، على المركز نفسه. احنا كنا اشقطنا تلات اشعة وانعكسوا. طب لو الجسم على المركز، على المركز معنى كده ان هو في شعاع منهم مش هيجي معانا، اللي هو مين؟ اللي هو نازل على المركز. ليه؟ لان الجسم موجود على المركز. تعال نشوف، انا اصور لك الحته دي الاول وابعتها لك كده عشان نبقى عارفين الشكل ده. خلاص ماشي. دلوقتي انا ما عنديش الا المركز والايه والبؤره اهي. طيب وبعدين قال لي ارسم الجسم على المركز نفسه، ادي الجسم اهو ورسمته ايه على المركز. خلاص هعمل ايه؟ هسقط شعاع الاول موازي، الموازي كان بالاحمر، اسقط شعاع موازي. لما نزله موازي كده المفروض يرتد فين؟ على البؤرة، صح؟ طب والتاني بينزل فين؟ بينزل على البؤرة، لو بالاخضر نزل على البؤرة. اللي بينزل على البؤرة بيرتد فين؟ موازي، صح؟ التالت مش هعمله لان التالت لازم ينزل على المركز، بس انا اصلا واقف على المركز، يبقى ما فيش حاجة تنزل على المركز. يبقى هما اتنين بس، واحد موازي ارتد على البؤرة، واحد على البؤرة ارتد ايه؟ موازي. موازي كده اتقطعوا في نقطة، الخطين دول اتقطعوا في نقطة. من النقطة دي ارسم شكل الجسم بقى. افطرت يا مستر وجهزت نفسك؟ الحمد لله، عشان كده تلاقيني شبعت؟ والله الحمد لله. بنزل من الحمد المركز لله. ايه الصوره بتاعت الجسم بانت فين؟ اولا على المركز، ما هياش ايه زي اللي فاتت بين البؤره والمركز. ماشي ماشي. طيب هل هي حقيقيه؟ موجوده. هل هي حقيقيه طبعا. هل هي معدوله ولا مقلوبه؟ مقلوبه. مقلوبه. هل هي اكبر من الجسم ولا اصغر من الجسم ولا قده؟ فين؟ اللي هي الازرق، الخط الازرق والبامبا ده. لا مصغره. لا قد قد معتاد قد بعض. متساوية. ماشي دي متساوية. ايوه وده هتلاقيهم الاثنين ايه قد بعض تقريبا. طب ممكن سؤال؟ اتفضل. انا ازاي افهم كل ده؟ ما انت بترسم زي ما انا برسم كده، بتحط الجسم بعيد وتمشي موازي وتنزل على البؤره، تمشي يعني ممكن تنزل سؤال على البؤره. تاني. انا ازاي ارسم كل ده؟ بتعرف ترسم معاك برجل، برجل يا مستر ومسطره. كان حلو بالاول يا مستر وكنا حلوين. هو ده جميل برضو والله حلو. يعني شوف هيطلع لك، تعرف انت من المرايه شكل الصوره تطلع لك عامله ازاي. تقول طب لو انا قربت الجسم مثلا قريب ما بين المركز والبؤره، طب هيطلع لي شكله عامل ازاي، وتقعد تلعب بقى، تبقى حاجه جميله.
والله اللي فاهم الدرس يفهم، ما انا آه. والله مش فاهم حاجة. انا طيب انا تعال نقرب الجسم اكتر من المراية ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. الجسم اهو بعد المركز، الاول كان بعيد خالص، بعدين بقى على المركز، بعدين بقى قريب منين؟ منين؟ من المركز اهو. من المركز. حاضر هنزل كام حاضر يا شعاع؟ باشا. برضو شعاع ايه هما؟ الموازي واللي بيرتد عمودي على البقرة. خلاص ده اول واحد ماشي كده. واللي بينزل على البقرة. الو سامعني؟ ايوه سامعني اه يا مستر ما كنتش سامعك. ماشي. واللي بينزل على البقرة بيرتد ايه؟ موازي. بترتدي ايه؟ موازي وازي؟ اه. ماشي. لحد كده في مشكلة؟ في مشاكل مش ليه مشكلة. بقى؟ ليه في مشكلة ليه؟ طب انا اعمل ايه في الدرس يعني؟ فين نقطة مايكو التقاطع؟ ايه؟ ما انت تقعد تقرب الجسم، يقول لك الجسم مثلا بين البقرة والمركز، تقوم راسم له الجسم بين البقرة والمركز، طب وتنزل واحد فين على البقرة البقرة. وفين المركز؟ ما هو اللي به دي اللي مكتوب عليها به دي البقرة، والميم مركز، اه ده به وده ميم. اللي ماشي بينزل بالبقرة اللي الموازي بينعكس على البقرة. طب واللي سقط على فهمت. البقرة بينعكس موازي. يعني اذا هو هيديني المسائل ازاي؟ هيقول لك مثلا اذا كان الجسم بين البقرة والمركز فارسمه ارسمها لي. واوصف صورته. اه تقوم راسم له ماشي بقى انه بين البقرة والمركز، وتمشي الاحمر فهمت. ده موازي ينعكس على البقرة، وتنزل الاخضر على البقرة ينعكس موازي، ونقطة التقاطع ترسم منها ايه؟ خط للجسم بقى. الجسم كان هنا، نقطة التقاطع هي، تقوم نزل بيها كده. أرسمها نقطة التقاطع اه ضرورية. ايوه طبعا. نقطة التقاطع هي دي، نقطة التقاطع بيبقى شكل الجسم عامل ازاي؟ اولا بيبقى بعيد عن المركز، حقيقية مقلوبة مكبرة، يعني اكبر من الجسم بشوية ماشي ماشي. اخر حاجة بقى ان الجسم يكون فين؟ فين؟ بعد البقرة. بعد البؤر اه اللي ساعتها على بقى ابو المراية البؤرة. مش هتشوفه كده، المراية مش هتشوفه بقى خلاص. ودي من الحاجات اللي هتاخدها في الدرس الجاي هتبقى حلوة. يقول لك مثلا لو جبت عدستين وتيجي تحط ايدك ما بينهم ما تشوفهاش، طبعا. ليه؟ بتبقى بعيدة عن اه مجال لا الرأي. ازاي؟ هتشوفها ان شاء الله في الدرس الجاي ازاي الصورة ما بتبانش. تعال نشوف الاول لو الجسم قريب من البعد البؤري، نمسح دوت. طب يا مستر ده كيمياء ولا فيزياء؟ ده فيزياء. كيمياء دي طب ناخد تفاعل كيمياء عناصر بقى. مع بعض. الجسم هيبقى فين المرة والله دي؟ كيمياء صار. هيبقى هنا خلاص. ماشي طيب وبعدين همشي نفس الايه؟ نفس الأشعة، بس المرة دي مش هنزل حاجة على البقرة. ليه؟ لأن هو بعد ليه؟ البقرة، هو عدى البقرة، فإزاي هنزل واحد على اه البقرة؟ فأنا ماشي اللي هقدر أمشيه إن واحد موازي اللي هو اللي بالأحمر ده بمشيه كده اه وبينعكس اه على البقرة، ماشي صح؟ المفروض إن هو بينعكس على البقرة. طيب ينعكس بعكسه. على البورة. آه بعكسه أنا على البقرة كده، ومن الناحية التانية بره المراية بمدها شوية خلاص. ده خلاص ماشي أول واحد. تاني واحد قال لي ارسم للمركز، المركز اللي أنت ناسيه بقالك فترة، ارسم واحد من المركز وإيه وعديه على رأس الجسم برضه، هينعكس على نفسه صح؟ اه يعني الخط اللي هو كان بالأخضر ده نرسمه ايه؟ معدي بالمركز. المفروض ان هو هيرتد على نفسه تمام؟ طبعا. ليه مش ارتد على هيرتد نفسه. على نفسه؟ هيرتد على نفسه.
كده لقيتهم اتقابلوا فين، اتقطعوا فين؟ ورا المراية، يعني مش هشوفهم. ماشي. ماشي. طب والمحور عشان ارسم الصورة، اهو المحور مكمل اهو. ارسم بقى شكل الصورة طب ليه المفروض بتطور الخطوط؟ عشان اعرف اشوف الصورة بتاعتي بقى شكلها عامل ازاي حتى لو مش موجودة. ايوه اهو. هلا يا مستر. نعم. ده ثانية، ده الخط ده يسمى البؤرة ولا لا، بس هنا يسمى البؤرة؟ البه، نقطة البه دي اسمها البؤرة، نقطة الميم اسمها المركز، الخط ده كله اسمه المحور الأصلي اللي هو معدي من نص الدايرة بالبؤرة بالمركز. ماشي. الصورة اللي بانت ورا دي هل هي حقيقية ولا تقديرية؟ قال لي تقديرية لأني مش هشوفها. ماشي. هي موجودة بس مش هنشوفها. هي مش موجودة أصلا، أنا بعتبر إنها إيه موجودة لأني مش هشوف من ورا المراية، هي الحاجة لو ما بانتش في المراية خلاص مش هشوفها يعني، فأنا بعتبرها تقديرية يعني هي ملهاش وجود بس إيه بتخيلها أنا هتبقى عاملة إزاي. طب معتدلة ولا مقلوبة؟ ايه هي؟ الصورة، الصورة بتاعة الجسم اللي هي ظهرت ورا ده دي، دي معتدلة ولا راسه فوق ورجله تحت زي دي ولا لا لأ؟ معتدلة معتدلة معتدلة. مكبرة ولا مصغرة؟ مكبرة. مكبرة. بس هي ديت شكل الايه؟ الصور التلاتة. لو هو بعيد عن المركز هنا بيبان ايه؟ صغير، مقلوب، حقيقي. طب لو هو على المركز بينعكس برضو للمركز، مساوي للجسم، مقلوب، حقيقي. لو هو هنا هتظهر لك ورا، تجار لي مكبرة، مقلوب، مكبرة حقيقي. مقلوب حقيقي. لو هي بعد البؤرة لا دي بقى حاجة تانية، يبقى أنا مش هشوفها، هتبان بس ورا، بعتبرها تقديرية ومكبرة ومعتدلة. لو كانت في المركز، كانت في المركز، ما احنا قلنا في المركز هتبان مقلوبة وهتبان على المركز ومساوية للجسم، نفس طول الجسم. فهمت فهمت. خلاص كده؟ حلوة اللعبة دي؟ ماشي كده؟ آخر بقى صفحة في الكتاب، آخر صفحة في الدرس. برضو إيه سهلة يعني. هناخدها ويبقى إن كده شاء الله. خلصنا الدرس. آخر صفحة في الدرس بيقول لي دي المرآة المقعرة، طب المرآة المحدبة؟ قال لي ملهاش رسومات والفيلم دوت، انت تحفظها زي ما هي كده وخلاص. ايه هي؟ بيقول لي دايما اصغر من الجسم، دايما مصغرة، ومعتدلة وتقديرية، يعني ملهاش وجود. ماشي؟ اصغر، أمام المرأة معتدلة، المحدبة. يعني إيه تقديرية. محدبة؟ فين المرأة المحدبة؟ احنا خدنا انواع المرايا، قلنا مرآة مقعرة بتجمع الأشعة ومرآة محدبة بتفرق ماشي، الأشعة. فريني منظر المحدبة. هي قدامك في الصورة اهي، عارف ال أي واحدة فيهم؟ أي الاثنين، واحدة فيهم؟ الاثنين هو الاثنين. ماشي. المرايا بتاعت العربية واللي بيحطها قدام المطب مثلا أو مدخل مدينة أو كده، هي دي بتكون مرآة محدبة، بتكون دايما أصغر من الجسم، يعني العربية وراك تريلا كبيرة كده هو يصغرها لك خالص. معتدل يعني بتشوف العربية عادي، الكاوتشات تحت وراسها فوق عادي ما فيهاش مشكلة. تقديرية يعني ملهاش وجود. ماشي؟ مش هي بنفس ماشي الطريقة اللي هي ماشية بيها يعني. تمام؟ تمام. طيب آخر حتة بيقول لي إن البؤرة دايما قلنا مالها عبارة عن نص القطر على اتنين، يعني قلنا البعد البؤري ده ما بين المركز وما بين الإيه؟ المراية. بس ماشي كده سهلة. ايزي. المرة الجاية إن شاء الله ناخد العدسات. ايه خلصنا؟ هو الدرس الأول كده خلص الحمد لله، درس لسه ما العدسات جيناش. يعتبر زيه يعني، ما نحل بقى التدريبات. ماشي ماشي. إيه رأيك في الدرس كده؟ مش حلو. ها؟
نفس وجهة نظر محمد يعني. هلا هو مش بوضان جدا كده، بس مش حلو يعني، في دروز اسهل منه. ايوه طبعا، وده محتاج شغل شوية. طيب شكل السؤال مثلا بيجي كده، يقول لك لو الجسم بالنسبة للمرآة مقعرة، لو هو على بعد أكبر من نص قطر التقور، يعني بعيد عن المركز، فاكر بعيد عن المركز كان عامل إزاي؟ بمصغر. ممتاز. طب مكان الصورة فين؟ بين المركز والبعد البؤري. صفات الصورة: مقلوبة، مصغرة، حقيقي. ماشي. طب عند مركز التقور، فعند المركز مكانها برضو عند المركز. طب الصورة مقلوبة، حقيقية، مساوية للجسم. طب بين البؤرة ومركز التقور، فين البؤرة وليه مركز التكور؟ بتكون بعد نص القطر. بعد البؤرة. بعد بالله محمد المركز. عايز ضرب النار. محمد يا غبي، وعمل ايه؟ حاطط معلقة وفيها نص معلقة تاي يا غبي. يضربك بمعلقة. بحكي معاك محمد، عامل سندويشة عشان ياكل. عارف يعني ايه مية بندورة؟ مية بندورة. اعرف. في نص، في كتير في المعلقة، وحاطط المعلقة في ال